بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام ومتابعي فريق صوت صحم للإعلام، من ضمن محطات تقاريرنا لولاية صحم، من هنا من ميناء الصيد البحري بولاية صحم من سوق الأسماك، لنطلع على آخر مستجدات هذا السوق، فتابعونا. احنا استوت الانتقالة على طريق أساس أنه هذا في السوق حكومي ومنحة من صاحب الجلالة، وقدموا الأخوة هم أعضاء مجلس البلدي وبعض المسؤولين الموجودين في الولاية وتكلموا عن ذات السوق، وحقيقة انتقلوا تقريبا 90% من هذا السوق إلى هذا السوق، ولكن من بعد شهر شهرين من قضينا الفترة هنا لاحظوا أن هذا السوق البلدية أعطتها مستثمر، فتفاجأنا بهذا الأمر واستوت إشكالية ما بين البلدية والمستثمر وزارة الزراعة، وظلينا إحنا في متاهة، يعني ما فهمنا وضعنا وين بكنا. ما كان السوق هذا ضعيف ولا كان السوق هذا سيء، بالعكس ممتاز، ولكن هي على اساس انه الكلام جاء ان هذاك السوق له التجزئه وهني بيكون الجمله والانزال، لهذا السبب احنا انتقلنا هنا. ولكن بعد هذا الملاحظه اللي هي ملاحظه المستثمر والملاحظه ان البلديه هي ما قامت بدورها، فاصبحنا في 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 مع ما يقول ريال، وفي خسائر وفي امور تكبلناها يعني وتكبلتها الشباب اغلبيتهم من امور البيع والشراء وكذا. السوق هذا افتلوا عنه من انتر الليل واصبحوا الصبح في السوق ذاك، وبقينا حن في 6 انفار من نملتهم جمعه بن درويش من جمعه المرزوقي، زين، وقالوا يباكم تشتلون ويانا، ما لم حنا ما نشتل، ان احنا عندنا سيارات حق ناخذ الاسماك، وهم اشتلوا وحن بقينا 6 انفار تسمع كيف، وقالوا احنا نقول لكم سيايير ونقول لكم الاسماك، لا يابون لنا سيايير ولا يابون لنا شيء، وظلينا هني ثابتين هاي 6 انفار، واليوم الحمد لله رب العالمين على ما تشوفون السوق رجع. الحمد لله طيبه السوق القديم عندنا مثل الليله، حركه طيبه الحمد لله، بس نخلونا للسوق الجديد من السوق المركزي والله ما استفدنا حاجه، تعبت حالتنا الصراحه زياده، اما هذا السوق سوق مهيئ للمواطنين لصحاب البياعين السمك للناقلين الاسماك لرعاة البحر اللي يجوا سيده، يعني يجوا من الماء يجوا رزقهم يجوا سيده المينا ويبيعوا اللي رازقينهم، والاسواق طيبه الحمد لله رب العالمين. سوق الولايه نتمنى من الله انه يفتح سوق جديد وسوق افضل عن هذا، لكن نوعيه افضل يعني ومخطوطه افضل، وافتتاح رسمي من قبل الولايه، من قبل شيوخ الولايه، من قبل زوار اللي يزورون الولايه، وهذا الامور طيبه ان شاء الله. يعني في الوقت الحالي كيف السوق حاليا؟ السوق حاليا الحمد لله كله زين، ما توقف السوق، حتى لو راحوا الجماعه عنا ذيك المره افتحوا ذاك السوق، احنا ما توقف السوق هذا عنا. وش مشكله السوق المركزي في الوقت الحالي، السوق المركزي الجديد؟ المركزي طال عمرك نواقص واجد واجد، اول حاجه لا يوجد فيه تبريد، لا يوجد فيه نظام زين، يعني صح انه مساحته زينه وحلوه وكبير، لكن ما في مساحه يعني عشان تبريز السمك. اول حاجه التبريد، محتاجين تبريد، محتاجين ماي ماي البحر، محتاجين نقل حق الاسماك حق الصيادين من البحر، يعني تقريبا بعيد عليهم البحر، هذا الموجود كله. خسروا خضرة وخسروا مساكين سامانهم خضرتهم وسمكهم قاموا يعقونه في الدرامات، يعني شيء ما يتصور. هذا الحين المسؤولية يعني يتحملها الجميع، أنا وجهة نظر يعني المسؤولية يتحملها الجميع، وعلى ذلك احنا تحملنا مسؤوليتنا وطالبنا رجوعنا إلى السوق، وجزاهم الله خير المسؤولين القائمين على هذا السوق وزارة الزراعة والصيد السمكية، ما قصروا جزاهم الله خير، رجعنا وباشرنا عملنا داخل الميناء. كيف السوق الحين في الوقت الحالي؟ السوق ممتاز ممتاز ومن الاصل ممتاز، يعني جزاهم الله خير، يعني الجميع متكاتف ومتعاون في هذا الجانب، والسوق ممتاز. مطالباتكم انتم كباعه، ايش مطالباتكم في الوقت الحالي كباعه باع الاسماك؟ والله المطالبات احنا الحين زي ما تلاحظ انت السوق هذا مزدحم، والسوق هذا يعني بواسطه انه يا هو اعاده التنظيم او التوسعه، او انه تجلس وزاره البلديات والزراعه ويعتمد السوق المركزي بشكل عام، يعني من خضروات واسماك واعلاف اعتماد كلي. يعني حركه نشطه يشهدها سوق الاسماك هنا في ميناء الصيد البحري بولايه صحم،
على أن نلقاكم في تقارير أخرى بإذن الله. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل لصوت صحم للإعلام.